يعطيك العافية. الله يعافيك. لقيت ختيار مثلي عم تصلحه؟ قارب قديم، بس أنا وهمي ما في غير هالقارب بيقدر يحملنا. أنت منيحة؟ منيحة، ما فيني شي. سلمى ممكن تتركينا لحالنا شوي؟ صوت أمي كان واصل لبرا، ليش عصبت هيك؟ مع أنه بالحقيقة جماعتنا ما بيحتاجوا سبب ليعصبوا. ما علينا. فيني أعطيكي سر؟ أخي فورال قلب هالبيت، وطالما أنه قلب أخي موجود معك ما حدا بيقدر أنه يأذيكي. أصحك تنسي هالكلام ماشي؟ خلص وافق بقى، منروح مع بعض على اسطنبول. اساسا نص قلبي هون بلا ما يضل عقلي كمان. المرحوم ابي كان دائما يقول شو؟ البحر مانو مالح على الفاضي، الملح بيكوي جرح الانسان، وطالما هالبحر كان دواء للمرحوم ابي وخلاه ينسى امي، بلكي بيخليني انسى كمان. رح اعمل لك زياره بشي يوم خال عزيز، بس مو هلا، مو قبل ما اتعافى. بيقولوا انه الزمان دواء لجراح القلب يا كنان، الدواء الوحيد لجروحك بقلبك، تتعافى وين ما كنت. اذا كنت عايش باسطنبول او هون ما بتفرق. لا بتفرق، وحتى كتير بتفرق. اسطنبول اسطنبول ما أنا لقلي، ما بتناسبني أبدا، ما فيني روح لهني، لا تؤاخذني. أنا بعرف شاب تاني ترك قلبه هون وراح، وهنيك قدام هداك الخليج قال ما بيقدر يبعد عن هون ولا ثانية، بس راح على اسطنبول وعاش 35 سنة وليكو واقف قدامك. ما راح أصر عليك، قلبك حيدلك على الأفضل من شانك، وبكفيني تكون منيح عم تتنفس ولا تموت. سنان أنا ما عم بقدر صدقك أبداً، شلون بتخلي صياد سمك سخيف ما بتعرفه هو ينقل البضاعة؟ 5 مليون دولار تبخروا وراحوا ببساطة. هلأ هذا هو موضوعنا ديفنا؟ أمي وأخي بدهم يعملوا اتحاد كبير مع شركة تانية، وأنا ما عندي علم بنوب، هن طالعوني برا. شو هي خططك لتدفع دين الإمار؟ أنا ما بعرف، ممكن لا تضغطي علي لأنه راسي راح ينفجر. ما عندي كتير وقت سنان، قول يلي عندك بسرعة، اختصر. أكيد سمعت أنه رح نوقع عقد مع شركة أسينا، وأنا طلبتك مشان هالشي. ليش ما عندي علم بهالموضوع؟ أنا مو شريك بهالشركة؟ إيه أمي، شو السبب؟ بعرف بشو تورطت يا سنان، شلون غرقت بالديون، وشو الشغلات الوسخة يلي ساويتها مشان تطلع من هالديون. أنا بعرف كل شي عنك حبيبي سنان، أنت بالنسبة لهالعيلة أكبر تهديد يا ابني، بس يكون بعلمك إذا كان ابني هو اللي رح يأذي هالعيلة
ما بسامحه وبحاسبه. تركينا من هالكلام أمي، أكتر واحد ممكن يأذي هالعيلة هو فورال. ما ضلت مصيبة ما نزلت على راسنا بسبب تصرفاته المجنونة. يا ترى ليش حضرتك ما فكرتي بسمعة عيلتنا وقتها؟ دائما في علاج لمشاكل أخوك النفسية، بس الغباء والفشل يا سنان ولعب الأمار مالن علاج بنوب. كمان ما جبت سيرة الشحنة تبعك، رح سدد دينك سنان. ماني محتاج لرحمتك وعطفك، سدد ديني بنفسي. بس برأيي لازمك أكثر من 3 أيام لتأمن 5 مليون دولار. ما رح تقدر تلحق حياتي، بس لا تاكل هم، ما رح أقطع مردودك من الشركة، رح تاخد حقك. رح أعطيك مصاري من ميزانيتي الشخصية بالشركة، بس بالمقابل أنت رح تنقلي صلاحيتك بالتوقيع بالشركة، ورح تنسحب من الإدارة كمان. أمي حبيبتي عن جد أنت بلشتي تخبصي. مالك علاقة سنان، اصحك تقبل هالشي، اصحك اصحك ابني. القرار عندك، ماشي حياتي. رح نرجع على اسطنبول بهاليومين. بالمناسبة أبوكي بيعرف، إذا بتحبي ودعي أمك لما تشوفيها يمكن ما عاد نقدر نجي لهون. هزال إذا ما بدك تروحي على اسطنبول منبقى هون ومنأسس حياتنا وعائلتنا. زعلت مشانك، طالع مو من نصيبنا. في ملك، شو عم تساوي؟ لوين أخذ العرباية؟ خليل بعد من قدامي. وقفي العرباية. لك بدك تفضحينا وتبهدلينا؟ انت اللي عم بتبهدلنا وتفضحنا، يلا بعد هيك. اوه بنتي حبيبتي اجت. اهلين وسهلين هزال، اجت لتبوس ايدينا. ايه برو بنتي، تعالي اجت اختك. اهلين وسهلين فورال بيك. امي بترجاكي وقفي. طلعي فيني امي، انا ما الي حدا غيرك لاستند عليه. امي أساس ما رح تتركيني، على أساس كنتي مستعدة تساوي روحك دواء إلي، ما كنتي بدك تتخلي عني، على أساس أنا بنتك اللي بتحبيها. شو صار هلا؟ أمي أنا بترجاك تطلعي بوشي. جيت لبوس إيديك وأطلب منك تسامحيني أمي. أنا رايحة،
يمكن ما عاد نلتقي مرة ثانية. بلكي إذا طلعتي فيني تشوفي طفلي اللي بتحبيها وتعانقيني وتشمي ريحتي، شو رأيك؟ لو سمحتي تضحكي بوشي بس كرمال الماضي، مشان الله لا تساوي فيني هيك. بترجاكي بس تطلعي فيني لمرة واحدة، خليني عانقك وشم ريحتك. الله يخليكي امي. لا تقربي. هزال، شو صار؟ هزال لتكون امي ملك قالت لك شي؟ هزال حبيبتي انا بترجاكي لا عاد تبكي، يلا مسحي دموعك. امتى السفر فورال بيك؟ على اغلب هاليومين، لسه ما حددنا الوقت. تفضل لنضيفك كاسة شاي. ما بدي اتاخر، عندي شغل. ايه طبعا انت مشغول كتير. مزبوط. لكن من التقى باسطنبول. طيب يا ترى شو سويت بمشكلتك مع عزيز توبراك؟ ما في مشكلة مهمة لفكر فيها أصلا. إيه صحيح. أخيرا خلصته. حلمت تلبسي وتطلع من هالبيت كعروس. بس طلعتي ميتة. بلا كفن ولا جنازة يا بنتي. هذا كفنك الأخير. أديت واجبي الأخير اتجاهك. أمي لا تساوي هيك، مشان الله لا تعزميني أكثر. لا عاد تجي على بيتي. خليتي فستان هالعرس يصير كفنك وكفن إلنا كمان. مع السلامة يا بنتي.
أكيد صدقت كلامي هلأ. هزال كتير مبسوطة مع زوجها وعم تستمر بحياتها. ساوي أنت كمان هيك. إمتى رح نروح اسطنبول؟ رح نروح بها اليومين. أخي أنت شو عم تساوي عندك؟ ها؟ اللي شبك؟ أنت منيح؟ أنا بمصيبة كبيرة وقعت بورطة كبيرة، لازم اتخبى وإلا هنن رح يقتلوني. شو عم تحكي؟ مين رح يقتلك؟ ورجيني وشك، مين سوى فيك هالشي؟ آه؟ اللي مين ضربك أخي؟ شو المصيبة اللي تورطت فيها؟ يلا أحكي أخي، جاوبني، مين اللي سوى فيك هيك؟ فورال، أنتو تجوزتوا بس لساتك مو مبسوط، وأنا بالنسبة إلي وافقت على هذا الزواج بس مشان تكون مبسوط. بس إذا ضليت عم شوف الحزن على وشك. شفنا صياد السمك خطيب السابق لهزال، لما كنا ببيت أمه طلع قدامنا فجأة. هلأ فهمت شو الوضع. طيب شو ساويت؟ أنا ما ساويت شي يا أمي، ولا شي. عطيتهم البضاعة، سحبوا السلاح علي وكانوا رح يقوصوني وأنا هربت، وهلأ أنا واقع بورطة كبيرة مع يلي عطوني هذا الشغل. بدهم مصاريون. اللي مين هنين أخي؟ آه؟ قول بسرعة مين هنين، أحكي مين هنين أخي؟ عائلة دمير أوغلو. أنت عم تشتغل مع آل دمير أوغلو؟ أنت شو لك شغل مع هديك العيلة؟ وين لقيتهم لتشتغل معهم؟ أنت كيف وإمتى قررت تتعامل معهم؟ ليش لتشتغل معهم أخي ليش؟ للمصاري. مو هزال تركتك مشان المصاري؟ سويت هالشي مشانك، مشانا يا أخي. هزال، تزوجت فورال دمير أوغلو وهي تركتني بسبب هداك الرجال. كنت رح تجيب مصاري هداك الحقير على البيت؟ كنان، كنت رح تاخذ مصاري من الرجال الحقير اللي أخذ البنت اللي بحبها وتجيبهم على هذا البيت؟ صدقني. ولك أنت ما عندك ولا سرة كرامة؟ أنت ما عندك شرف؟ ما في عندك عزة نفس؟ ما كنت بعرف. كيف يعني ما كنت بتعرف؟ قسماً بالله ما كنت بعرف. لما وافقت على الشغل ما كنت بعرف بقصة زواجه من هزال. بعدين لقيت حالي متورط وما عاد قدرت إني اتراجع، خفت. كنان، هنن رح يقتلوني.
لازم اتخبى يا أخي. بعد شوي بتصل بحافظ مشان يبعث خبر لرجالنا بسرعة لا يجوا ياخذوك من هون. طيب لوين بدنا نروح؟ ما راح نروح، بس انت وانت. من هاللحظة كل واحد فينا بطريق. كنان لا تعب حالك معي على الفاضي، انت كنت بتعرف منيح شو البضاعة اللي بدك توصلها. ما بعرف، ما كنت بعرف، لو كنت بعرف كان ممكن ساويها. لكن هن ليش عطوك كل هالمصاري؟ تعرف انه البضاعة مخدرات. كنان خلص يا ابني اهدى، صار غلط سكر الموضوع. هي ابني انتو بتضلوا اخوة. يلا احمد انت قوم غسل وغير ثيابك مشان يجي ياخدوك. لوين رح روح؟ على بيتي على اسطنبول. شكرا. كأنك عم تستني حدا؟ ما فهمت. انت طول الوقت بتضلي هون، يا اما كتير بتحبي البحر، او في شي حدا عم تستني ليجي؟ ما بتحبي أخي مو هيك؟ لكن ليش تزوجتي؟ مبين إنه أنت ما همك المصاري أبداً. لا تفهميني غلط، لا تعتبري أسئلتي إني عم حقق معك. مانك مجبورة تجاوبي أبداً. الأفضل تسألي هالأسئلة لأخوكي، هو رح يعطيكي الجواب الصح. ممكن تسألي ليش تزوجني؟ هو بيعشقك. متأكدة؟ أنا بعرفه منيح لأخي، هو بيعشقك مثل المجانين صدقيني. يمكن تكوني بتعرفي أخوكي. بس انتي ما بتعرفي العشق. بتعرف عليه شي يوم؟ شكراً لك أخي. ما ساويت شي، ما حدا باسطنبول بيقدر يقرب منك طبعاً إذا أنت ما قربت من حدا. بأمان الله أخي، توصل بالسلامة. انت هيك رح تودع اخوك؟ المرحوم ابونا ما ترك لنا غير قارب وسمعتنا وشرفنا. القارب غرق، وقلت لك نحمي سمعتنا ونحاول نحافظ على شرفنا، بس ما نجحت بهالشي.
انت قول ها شو بدك يعني اعمل؟ ممكن تعطي هاي لإبرو؟ دير بالك على حالك. سامحني. صحيح ما صارت لنا الفرصة لحتى أسألك، أنت ليش قررت أنه تبيع الشركة؟ ما فهمت ليش بدك تنهي استثماراتك هون يعني؟ بالحقيقة لنفس السبب يلي أنت عم تفكر فيه، اسطنبول هذا السبب الوحيد. بالنسبة لإلك أنت بدك تتوسع هون أكتر، وأنا بدي أهرب. أنا بعتقد أنه بالنسبة إلك وإلي رح تكون فرصة رائعة، وإن شاء الله ألف مبروك للكل. إن شاء الله ألف مبروك للكل. تفضل. فورال ابني يلا وقع لننهي الموضوع. يعطيك العافية. اوه ايجي خير ان شاء الله. ليش اجيتي لهون؟ اجيت مشان وضعك كنان. ما جا عمي عزيز؟ لا والله. تعالي خليني ضيفي كاسة شاي او فنجان قهوة. شو بتشربي؟ شاي. تيكو جبلنا كاستين شاي فورا اخي كنان. كنان ما صار لي فترة طويلة متعرفة عليك، بس عم حس وكأني بعرفك من زمان. والله ما بعرف، الحياة أحياناً بتحسيها مثل البحر، ما منعرف أمواجه لوين ممكن تأخذنا. أنا كتير مبسوطة بمعرفتي فيك، أنت شخص رائع. بعرف إنه يلي مريت فيه صعب، وبعرف شو ما قلت ما رح تقدر تنسى، بس أنا بدي إياك تكون منيح يا كنان، بدي إياك ترجع توقف على رجليك. أطيب كاسة شاي خمير. أعطي الأنسب الأول. تفضل يا أختي. لك انتبه شو سويت، حرقت لها إيدها للبنت. قسما بالله مو بقصدي، مشان الله سامحني. خلص اسكت وبلا لعي فاضي. اهدى اهدى أخي، أنا رح روح فورا وجيب مرهم للحروق. طيب يلا بلا لعي، روح وجيب المرهم. يلا استعجل شوي. عم تجعك شي؟ شوي. شو صار بالمرهم؟ استعجل. تفضل هات. هلا بيروح الوجع. لك ليش هيك صاخر؟ كان في معي منديل. ها لحلفه على ايديك. خليه على ايديك، لا تشيليه لبكره الصبح، وان شاء الله ما بيضل فيكي شي. لا تاخيها. ماشي حضره الدكتور. لا تواخذيني، راح عن بالي انك دكتور عقلي مو بمحله، بس نحن هيك متعودين. اذا بدك بشيله. لا 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 خليه، اذا ما له قيمه خاصه خليه معي. لا ما له اي قيمه خاصه، هو منديل. اختي ابرو شوفي اخي كنان بعت لك هي. كنان يعني كنان كتب لي رسالة؟ ليش؟ والله أنا ما بعرف، قال لي وصلها لإبرو. يلا بخاطرك.
إبرو حبيبتي. كأنه قلبي رح ينط من مكانه. حبيبتي إبرو، كنت بتمنى بدل ما أكتب لك هالرسالة قول مشاعري تجاهك وأنا عم بتطلع بعيونك، بس ما لقيت الفرصة لحتى أقول هالشي وما أجتني الشجاعة. أحمد الغبي صار لازم روح كنان، تعرف بدنا نسافر المساء. توصلوا بالسلامة، بتشكرك على كل شيء. إذا ما عاد التقينا بترجاكي سامحيني. مين مفكر حاله؟ الغبي بيبعث لي رسالة مع كنان وعم يتمسخر علي. كنان؟ مين هي البنت؟ يعني مصر انك ما تروح معنا على اسطنبول؟ اسطنبول، انا قلت لك اذا تركت الارض اللي ربيت فيها اسطنبول بتاكلني بسهوله. طيب اذا غيرت رايك بابنا مفتوح لك دائما. شكرا لك، الله يحفظكم انت والخال عزيز. دير بالك على حالك منيح. ماشي كنان. وانت الله يسر لك طريقك. مين هديك البنت؟ إيجي. إيجي؟ مين إيجي؟ شو دخلك؟ ليش عم تحققي معي؟ كنت عم حاول ضل جنبك لأنه مزاجك معكر ومزعوج، بس شفت مزاجك كتير منيح وعم تعانق هديك البنت الرخيصة على القارب. وافي وافي، احكي بأدب، لا تغلطي بحقها بدون ما تعرفيها. كيف بنت غريبة صارت غالية عليك لهالدرجة هي؟ ايه برو، روحي ولا تضايقيني. بالمناسبة لا تحاول أبداً أنك تعمل واسطة مشان أخوك، ما ضل غيره بهالدنيا؟ ويا ريت تخبره لا يتحمس لأنه ما في أي أمل. أنا مستحيل أقبل يا كنان. أساساً روحي رح تطلع، لا تزعجيني، روحي لا تخليني أغلط. يلا كل الأشخاص اللي قريبين منك أنا رح بعدن عنك كلن، هزال وإيجي كلن رح يروحوا وأنا وإنت رح نبقى لحالنا، بس أنا وإنت يا كنان. أمي عم اسمعك، شو هالموضوع يلي كتير مهم يلي بدك تقوليه؟ هالاتحاد كتير رح يكبرنا فورال، انتمائنا التجاري وسمعتنا واسمنا رح يكونوا أعلى مما هنن عليه. ايه مو هذا يلي كان بدك ياه أساساً؟ ايه مزبوط، بس هالشي بيعني إنه رح تكون العيون علينا بنفس الوقت. ظن أنك بتعرف منيح إذا انكشف يلي كنا عايشينه قبل سنتين وقتها مندمر يا فورال ومننتهي وما عاد نقدر نوقف على رجلينا مرة تانية. أمي
هداك الموضوع تسكر وانتهى من زمان، لبقى تفتحيه. يمكن انتهى من ناحيتنا، بس عزيز مبين انه ما رح يتراجع بنوب، ما رح يستسلم ولا يتراجع، رح يضل يضغط علينا. لهذا السبب لازم ندير بالنا وننتبه إذا قدر إنه يمسك أي طرف خيط ضدنا. عزيز توبراك، أبداً ما بيهمني يا أمي، الرجال اللي مثله مو شاطرين غير بالاستعراضات. بس أنا بيهمني فرات، أنا بيهمني إذا عزيز توبراك عرف شو صار ونحن شو سوينا، ساعتها رح نغرق بالمصايب ابني. مو بس سمعتنا التجارية رح تتأثر، عائلتنا كمان رح تتدمر. لهالسبب ما فينا نهمل عزيز، لازم نكون جاهزين بكل لحظة. هزال؟ نعم. انت لوين بدك تروحي؟ اختنقت جوا، بدي شم هوا. ماشي. أكيد سمعت. ما رح تفهم شي من يلي سمعته، لا تاكلي هم. كيف يعني ما رح تفهم شي من يلي سمعته؟ قليلة ترباية عم تتجسس من دون خجل. إذا ما عاد حكيتي بهالمواضيع جوات البيت، ساعتها ما بيضل في أي خوف يا أمي. لآخر مرة بحذرك، أصحك ينذكر هالموضوع ويكون في احتمال إنه هزال تسمع. شكرا إلك. صحتين وهنا. أنا اختنقت جوا، بس ما أكون عم إزعجك لتكوني بتحبي تضلي لحالك. منيح إجيتي. أنا كنت بدي أسألك عن شي. تفضلي. الرجال اللي قوص بالعرس عزيز توبراك؟ ما قلتلك هديك المرة منافس إلنا بالتجارة. بعدين لا تقلقي أخي، رح يحل الموضوع. بس إذا هو منافس إلكم بالتجارة، ليش لحتى يجي ويقوص بالعرس؟ أنا برأيي كأنه في عداوة تانية. الرجال مريض نفسي. اسمعي أرمك، قبل شوي سمعت شوي من حديث أمك وأخوك بدون قصد. جنان خانم قالت إنه عزيز ما رح يترككن إذا عرف الحقيقة، وزواج فرار خلى عزيز توبراك كتير يعصب، وأنا ما فهمت شو إله علاقة فيني. الرجال حط أخي فرار براسه وهو ما بده إياه يكون مبسوط. هزال، نحن بكرة رح نروح على اسطنبول، ما حدا بيقدر إنه يقرب منا هنيك. أخي بيحل كل شي، لا تقلقي. إبرو، أهلين وسهلين. أهلين فيك يا حبيبتي. مرحبا أنسة أرماك. لا عاد تقولي لي أنسة، صرنا قرايبين. آسفة، هيك متعودة. طيب رح روح لأترككم تحكوا على راحتكم. ابقي معنا. بشوفك بعدين. بشوفك بعدين أنسة أرماك. منيح إجيتي. تعالي. ايه، عن شو حكيتوا؟ ولا شي، ما حكينا شي محدد. أرماك، عن شو حكيتوا؟ سألتني عن عزيز توبراك. معناتها هالغبية سمعت حديثنا. ايه، وشو قلتي لها؟ لا تاكلي هم، ما حكيت عن ناز. بس هزال بنت ذكية أكتر من ما بتظني، والأفضل إنكم تحكولها عن ناز، لأني ما بتوقع أقدر أكذب عليها أكتر.